صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة والرحمة. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. هذا البرنامج اتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم. ولكم أعزائي المستمعين في بداية هذا البرنامج أطيب التحيات من فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة من نور دبي بتكون معنا اليوم زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج بيكون معانا مخرجنا وائل القواسمة، وبكون معاكم خلال هذه الساعة محدثتكم آمنة آل علي. وفي بداية البرنامج وفي حلقتنا لليوم مثل ما عودناكم نستعرض اللي بنتناوله في حلقة برنامج صحة وسعادة. بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الشؤون الصحية. واليوم بنتكلم عن البرامج الرمضانية لصندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، وكذلك في فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن تحليل مكونات الجسم وعلاقته بالوزن. تابعونا أعزائي المستمعين خلال ساعتنا القادمة. اليوم خبرنا أعزائي المستمعين يتحدث عن التمارين الرياضية تحافظ على حجم الدماغ. أظهرت دراسة حديثة أن حجم المادة الرمادية في أدمغة الرياضيين أكبر من مثيلتها لدى غير الرياضيين، وأفادت الدراسة اللي نشرت في المجلة الأمريكية لطب الأعصاب بأن الدور اللي يلعبه النشاط البدني في الحفاظ على مستويات الإنسولين في خلايا الدماغ يساعد خلايا المخ على الوقاية من الخرف. وشملت الدراسة التي أجريت في مركز أبحاث إنسيرم بفرنسا أن 134 شخص متوسط أعمارهم من 69 عام ولا يعانون من مشاكل في الذاكرة، وخضع المشاركون لمسح للدماغ لقياس الحجم وأيضا الجلوكوز، وتم جمع معلومات عن النشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم ومستويات الإنسولين بالإضافة إلى الكوليسترول وضغط الدم وعوامل أخرى. وتوصلت الدراسة إلى أن النشاط البدني يحافظ على صحة الدماغ عن طريق منع اضطراب التمثيل الغذائي للإنسولين اللي يظهر غالبا في مرحلة الشيخوخة. ولاحظ الباحثون انخفاض مستوى التمثيل الغذائي للجلوكوز في خلايا أدمغة المصابين بالخرف. فخبرنا اليوم أعزائي المستمعين وفي هذا الصباح الجميل يحث على الحركة والرياضة، ويحثكم أيضا إذا أنتم كنتوا أشخاص ما تمارسون الرياضة أنكم تبدون تضعون وقت للرياضة في جدولكم، لأنه مو بس بتحافظون على وزنكم وبتنزلون وزنكم كذلك بتحافظون على دماغكم من أنه يصاب بالخرف. وبهذا أعزائي المستمعين وبعد خبرنا اليوم ننتقل معاكم لفقرة السوشيال ميديا. وفي هذه الفقرة نحن دائما نتحدث عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. ويسرني أن تكون اليوم معنا عبر الهاتف الأستاذة أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي. صباح الخير أسماء، لين تستعد معانا أسماء نذكركم أعزائي المستمعين بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي واللي هي DHA_Dubai. بتحصلوننا موجودين على إنستغرام وتويتر وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذه يعني المنصات بتحصلون فيها كل المعلومات ذات العلاقة بالشؤون الصحية. فأعزائي المستمعين بتحصلون أيضا في منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي الأخبار المتعلقة بهيئة الصحة بدبي، وسواء كانت هذه الأخبار خاصة بمنشآت هيئة الصحة بدبي، المنشآت الجديدة أو المنشآت التي تم إغلاقها أو تم فتحها، وكذلك معلومات صحية مبسطة بطريقة يعني بسيطة جدا ممكن أنكم تحصلون على المعلومات الطبية اللي تحتاجونها من خلال حساب هيئة الصحة بدبي.
فاليوم أعزائي المستمعين لين تجهز أسمه معانا على الهواء، بحدثكم عن الخبر اللي تم نشره على حساب هيئة الصحة بدبي، واللي يقول نوجه عناية السادة المتعاملين بأن سيتم إغلاق مركز الصفاء الصحي بتاريخ 22 أبريل واللي هو اليوم، وسيتم نقل الخدمات إلى مركز أم سكيم الصحي الجديد واللي سيبدأ باستقبال المتعاملين اعتبارا من يوم الاثنين 25 أبريل عام 2022. مثل ما تعرفون بأن هيئة الصحة بدبي تعمل دائما من أجل راحتكم وسعادتكم، فسيتم نقل خدمات هيئة الصحة بدبي من مركز الصفاء الصحي إلى مركز أم سقيم، هذا المركز الجديد اللي كانوا ينتظرونه يعني سكان أم سقيم، اللي تم يعني مثل ما نقول إعادة يعني تم تأهيله مرة أخرى مركز أم سقيم الصحي، ويعني بيطلع عليكم بيطلة يعني جديدة، وصراحة المبنى جميل جدا، وسيتم افتتاح إن شاء الله يوم الاثنين القادم، وبالتالي فبيكون مركز الصفاء الصحي مغلق في هذا الوقت، وكل خدمات مركز الصفاء الصحي مثل ما قلنا لكم بتنتقل إلى مركز أم سقيم الصحي الجديد. فأعزائي المستمعين، اليوم أيضا بكلمكم عن يعني مرض الهيموفيليا اللي بما يسمى الناعور. هذا المرض هو مرض نادر وراثي في أغلب الأحيان، ويؤدي إلى سيولة الدم حيث ينتج عنه نقص أحد عوامل التجلط، بحيث لا يتخثر الدم بدم الشخص المصاب بصورة طبيعية ويكون عرضة للنزف. وطبعا أماكن النزيف بتكون في العضلات والأنف والدماغ وكذلك الأسنان والمفاصل والأعضاء التناسلية، وقد يحدث النزف في أي عضو آخر دون التعرض للضرب لمن لديه نقص حاد في أحد عوامل التجلط. فنحن هنا أعزائي المستمعين في برنامج صحة وسعادة اليوم بنعطيكم 5 نصائح لحياة صحية لمريض الهيموفيليا أو ما يسمى بالناعور. أولا، على هذا المريض أن يمارس الرياضة ويحافظ على وزن صحي لحماية وتقوية مفاصله، وكذلك تجنب تناول أدوية معينة قد تسبب تفاقم النزيف أو تمنع تجلط الدم. والنقطة الثانية أو النصيحة الثالثة نقول اعتني بأسنانك ولثتك، وقم بإجراء فحوصات منتظمة لدى طبيب الأسنان، وكذلك تلقي التطعيمات الموصى بها وخاصة تطعيم التهاب الكبد A و B. والنصيحة الخامسة اللي نقدمها لكم اللي هي احمي طفلك عن طريق استخدام سوار تنبيه للمرض، استخدام عدم الوقاية من الحوادث مثل واقيات الركبتين والمرفقين وأحزمة الأمان، واحرص على خلو منزلك من قطع الأثاث الغير آمنة إذا كان لديك أي مريض يعاني من الهيموفيليا أو ما يسمى بالناعور. وبهذا أعزائي المستمعين، بعد ما عرفناكم على هذا المرض بطريقة مبسطة، وكذلك ذكرنا لكم بآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي بأن سيتم إغلاق مركز الصفا الصحي وستنقل خدماته إلى مركز أم سقيم الجديد، وهذا طبعا يوم الاثنين القادم. وأعزائي المستمعين، قبل ما أطلع معاكم فاصل أحب أذكركم بأن لا تنسون أنكم تشاركون في حملة المليار وجبة. نحن الحين في هذا الشهر الفضيل، والكل يبحث عن الحسنات، والكل يبحث عن سبل يعني لي يعني الحصول على الأجر، وخاصة في العشر الأواخر. فنحن ننصحكم أنكم تتوجهون لحساب هيئة الصحة في دبي، بتحصلون المنشور الخاص بحملة المليار وجبة، وخلونا مع بعض نكون عون أن نحن نساعد أشد الناس احتياجا، وخاصة اللي يعانون من سوء التغذية. وبهذا أعزائي المستمعين بننتقل معاكم الحين فاصل قصير، وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006.
وفي حلقتنا لليوم بنتناول في موضوع التغذية عن مكونات الجسم وأهمية تحليلها وقياسها بشكل دوري وعلاقة ذلك بالوزن، حيث يسرنا طبعا اليوم أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة ريسة الكتبي اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة ريسة. هلا، صباح النور، سعد الله صباحكم. يا هلا فيك. بداية نحن حابين نعرف منك أن كيف ممكن أن نحن نتعرف على مكونات الجسم بشكل عام. أوكي، أول شيء بنبدأ بموضوع مكونات الجسم. موضوع مكونات الجسم وعلاقته بالوزن يعتبر موضوع مهم لفهم مكونات الجسم. يعني لما نتكلم عن مكونات الجسم أو بالأخص وزن الجسم، نقصد فيها الكتلة العضلية وكتلة الدهون والعظام. مستويات هذه المكونات تختلف من شخص لآخر، تكون على حسب العمر والجنس، وكذلك تتأثر بعوامل عديدة، ومن أهمها النشاط البدني. مثلا إذا الشخص يمارس الرياضة باستمرار بمختلف أنواعها، نلاحظ أن الكتلة العضلية عند الشخص نفسه في تزايد أو تكون في المعدل الطبيعي. العامل الآخر اللي هو له دور في مكونات الجسم اللي هو نوع النظام الغذائي المتبع، مثلا عدد الوجبات في اليوم، ما هي نوعيتها الأكل، هل هو يعتمد بنسبة كبيرة على الكربوهيدرات أو الدهون، أو هل النظام الغذائي يشمل المجموعات الغذائية بأنواعها بكميات معتدلة. هذا ممكن يدل على نسبة الدهون في الجسم، وبالتالي فإذا نحن نذكر الدهون في الجسم نقصد فيها الدهون الحشوية واللي تكون متمركزة في منطقة البطن، اللي لها أهمية ترجع لاحتواء البطن على الأعضاء الحيوية، ولها زيادة الدهون تأثر على أدائها. في الأخير، التوازن بين ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن وصحي له دور كبير في المحافظة على كتلة عضل والدهون في المعدلات الطبيعية، وبالتالي زيادة اللياقة الصحية. فبالتالي الأخذ بالاعتبار بهذه المكونات يساعد في معرفة صحة ولياقة الفرد. نعم، وبالتالي نحن ممكن من عن طريق فهم مكونات الجسم نعرف نحن هذا الجسم يعني شو الشيء اللي هم مثلا الأشخاص حابين ينزلونه، أو يعني الوزن يتمركز وين، ممكن نعرفه من خلال مكونات الجسم. نعم، هذا يكون في جهاز خاص نحن عيادات التغذية على حسب الحالات الصحية اللي يعني نشوفها في الممارسات. مثلا الفحص الدوري لهذه المكونات يكون له دور كبير في تحديد مثلا مستوى السمنة على سبيل المثال إذا الشخص حاب أن ينزل في الوزن. في نفس الوقت في أشخاص يكون عندهم نحافة فحابين مثلا يكون في زيادة في الوزن، فنحن نتابع مثلا كتلة الدهون في نفس الوقت كتلة العضلات لها الأشخاص على حسب الهدف اللي نطمح له. الشيء الثاني، في عنا يعني حالات ثانية ممكن تكون مثلا يعني نزول الوزن أو مثلا فقد الكتلة الدهنية أو كتلة العضل تكون غير بشكل لا إرادي، اللي هي تكون الأشخاص اللي يكون مثلا بعد العمليات الجراحية أو مثلا كمية استهلاك السعرات الحرارية صارت تنزل عندهم أكثر، وبالتالي عن طريق فحص استخدام جهاز تحليل مكونات الجسم أو هو بدي كومبوزيشن أنالايزر ممكن نحدد كتلة الدهون في الجسم سواء كانت في المعدل الطبيعي أو مثلا ممكن تكون فوق المعدل الطبيعي. في نفس الوقت الجهاز يدلنا مثلا كم لازم الشخص مثلا اللي عنده سمنة أو مثلا عنده يعني مثلا مرض معين حاب ينزل وزن أساسا يصير صحة أفضل، كم معدل الدهون لازم ينزل عنده، أو مثلا كم معدلات العضل لازم يرتفع. في نفس الوقت معدل حرق للشخص نفسه، وهذا بالتالي طبعا يكون مع الإرشادات التغذوية والرياضية. نعم، شو هي طبعا أستاذة ريسة أهمية الفحص الدوري لهذه المكونات وعلاقتها بالصحة يعني الفرد بشكل عام؟ أوكي، مثل ما ذكرنا مجموع الوزن عبارة عن دهون وعضل في نفس الوقت تكون إن كتلة العظام. في حال إذا كان الشخص رياضي كتلة العضل تزيد بشكل طبيعي، وبالتالي الوزن ككل في تزايد، وهذا لا يدل أنه على شيء سلبي، بالعكس يكون في زيادة كتلة العضل في الجسم تزيد من معدل الأيض وكذلك معدل حرق. ممكن نقول أنه ممكن نوصل بالنصل للمراجع بطريقة صحيحة عن طريق مثلا إذا كان شخص وزنه 60 وكتلة الدهون في المعدل الطبيعي، مش مثل ما يكون الشخص نفس العمر نفس الوزن بس تكون أن كتلة الدهون هي بشكل أكبر. فالأشخاص اللي عندهم تكون معدلات الدهون مرتفعة أو بما معنى يعانون من السمنة أو وزن زايد يكون لهم عرضة ارتفاع مثلا الكوليسترول، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم وكذلك السكري، وهذا بالتالي نشوفه نحن في مجتمعنا الحالي ارتفاع معدلات السمنة يصاحبها ارتفاع معدل الإصابة بالسكري وغيرها من الأمراض. والسبب يعود أن الدهون الزايدة في الجسم لها أضرار كبيرة على الجسم، منها على سبيل المثال تقليل حساسية الأنسولين وبالتالي يؤدي إلى السكري،
ومن الناحية الأخرى الأشخاص الرياضيين اللي يتبعون نظام غذائي معتدل يتمتعون بصحة أفضل وفرص الإصابة بأمراض أقل. نعم، وبالتالي طبعا هناك أكيد علاقة بين تحليل هذه المكونات والوزن اللي طبعا اللي نحن حابين نوصل له من هذه الفقرة. شو هي العلاقة أستاذة ريسة بين تحليل هذه المكونات الموجودة في الجسم والوزن؟ نبدأ أول شيء مثل ما ذكرنا قبل، نحن الحين إذا لاحظتي يعني في محادثتنا ما ذكرنا مثلا الوزن كرقم، ذكرنا مكونات الجسم نفسها. ليش؟ لأنها لها دلائل، مثلا إذا الوزن نسبة الوزن أكثر شيء ماخذ مثلا من الدهون، مثل ما قلنا الشخص بيكون عنده فرصة مثلا بالسمنة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مثلا الكوليسترول، تكون في عندنا سمنه، خاصه ما نذكر مثلا في يعني عمر معين، في بالنسبه لكل الاعمار خاصه الاطفال وعندنا كبار السن، كل ما ارتفع عندنا كتله الدهون اكبر بنلاحظ ان مثلا تكون عندهم لياقه صحيه اقل، مثلا ارتفاع السكري، حساسيه الانسولين تكون اقل، فالجسم يكون عنده مثلا في لخبطه في الانسولين فيصير عنده مرض السكري، وبالتالي في نفس الوقت الكوليسترول وغيرها من الأمراض. نعم، فاليوم نحن أيضا أستاذ ريسة كنا نتكلم عن دور الرياضة المهم في حماية يعني الدماغ، فاليوم أيضا في هذه الفقرة نتكلم عن دور الرياضة وأهميتها في تعزيز الصحة العامة للفرد. الرياضة مهمة لكل الأفراد يعني باختلاف الأعمار والحالات الصحية، سواء مثلا مريض السكري أو مريض السمنة أو حتى الأشخاص السليمين اللي ما يعانون من أي أمراض، فهي تساعد على التوازن بين كتلة الدهون وكتلة العضلات في الجسم، تحد من زيادة الدهون عن طريق رفع الكتلة العضلية وبالتالي رفع معدلات الحرق في الجسم، تقلل من فرص الإصابة بالسكر لأنها تحسن من حساسية الأنسولين، في نفس الوقت تزيد من لياقة الفرد بزيادة الكتلة العضلية في الجسم، وأهمها تزيد من يعني تحسن من الصحة النفسية. فبالتالي ننصح جميع الأفراد بممارسة الرياضة باستمرار مثل المشي يومي لمدة نصف ساعة، أو الهرولة أو ركوب الدراجة أو أي من الرياضات اللي يفضلونها، وكل ما كان في استمرار في الرياضة كل ما كان في تحسن في الصحة. نعم بالتأكيد، وبالتالي يعني نحن اليوم إذا بنتكلم أستاذة ريسة نقول شو هي النصيحة الجوهرية اللي تقدمينها من خلال خبرتك ومن خلال المتعاملين اللي يجون عندكم فيما يخص يعني أخصائي تغذية، شو هي أكثر يعني المشاكل اللي تواجههم بما يخص مكونات الجسم وكيف هم ممكن يفهمون هذه المكونات؟ كيف تشوفين فهم الأفراد لمكونات الجسم؟ هل هم على فهم يعني كبير؟ هل هم بعدهم مو مستوعبين أن مكونات الجسم هي اللي تؤدي إلى زيادة الوزن؟ فكيف ممكن نحن يعني يكون فهم المتابعين أو المراجعين عندكم؟ في أغلب الأحيان في الزيارة الأولية تكون مثلا نشوف المريض مثلا كمية الوعي الصحي اللي عنده، فاهم هالموضوع ولا لا؟ فالأغلب أغلب المرضى اللي عندنا يكون مثلا يقولك أنا وزني صاير ثابت من فترة طويلة مع إني أمارس الرياضة، بديت مثلا أحسن من طريقة أكلي، السعرات الحرارية صارت أقل، نوعية الأكل وكمية الأكل صارت أحسن من قبل، بس ألاحظ إن الوزن مثلا ثابت، أو يكون مثلا في ارتفاع أو نزول بشكل بسيط، يعني يكون ممكن بالجرامات أو مثلا كيلو أو كيلوين. فنحن نحاول نفهم يعني نبدأ أول شيء بالتدريج المريض، نشرح له مثلا مكونات الجسم وأهميتها، وفي نفس الوقت مكونات الجسم وعلاقتها بالرياضة، في نفس الوقت علاقتها بالأكل، فبالتالي أنه بيلاحظ مثلا هو في تحسن، مش يعني مثلا الوزن لو أنه ثابت بس مكونات الجسم تكون في تحسن. في نفس الوقت نربطها مثلا مع تكون مثلا قراءات التحاليل الصحية اللي هي مثلا الكوليسترول إذا كان مرتفع صار أحسن عن قبل، مثلا السكر التراكمي، السكر إذا كان مريض السكر يعني السكر بشوف مثلا السكر وإذا هو صائم أو بعد الأكل. فإذا لاحظنا أو يعني قدرنا نقنع المريض أن مثلا السكر صار أفضل عن قبل، الكوليسترول صار أقل، في نفس الوقت الشيء الثاني ممكن أن عشان أن يثبت هالمعلومة للمريض نقول له مثلا مقاسات الملابس عندك صارت أحسن عن قبل أو لا، مثلا شكل الجسم بدأ يتغير ولا لا. بالتالي نلاحظ أن المرضى يكون عندهم قناعة أكثر من ناحية مثلا أوكي أنا ماشي على النظام الصح فأنا في تحسن، فما يربط التحسن بالوزن كرقم ككل، بالعكس كشكل الجسم، مقاسات مثلا الخصر وغيرها، قراءات مثلا السكر، في نفس الوقت يشوف لياقة الجسم صار أحسن عن قبل ولا لا. نعم، بالتالي يعني نحن أيضا نبي نعرف منك نصيحة تقدمينها للمستمعين فيما يخص هذا الموضوع، نصيحة نقول ممكن تكون جوهرية ومفيدة لهم. نصح جميع المتابعين أن بيكون مثلا أول ما أبدأ نظام غذائي أو مثلا أول
بحاول أبدأ نظام رياضي. في أنظمة يعني مختلفة هالأيام نسمع عنها، فيفضل أول شيء ناخذ المعلومة من الشخص المختص أو من أخصائي التغذية إذا النظام مثلا يناسب ولا لا. فالأنظمة تختلف على حسب الأشخاص، على حسب الأمراض اللي عندهم، بس أهم النصيحة الجوهرية إن المريض لازم يكون عنده نظام غذائي يتبعه، ما يسبب له مثلا أي حرمان في السعرات الحرارية، في نفس الوقت يعطيه الكمية الكافية من السعرات الحرارية، الفيتامينات، المعادن وغيرها. الشيء الثاني ما يركز على هدف واحد وينسى الهدف الثاني، مثلا يركز على الرياضة وينسى الأكل، أو مثلا يكون يجد نفسه أن يخفض كميات أكل كبيرة بس يكون بدون رياضة. في الأخير العاملين الرياضة والنظام الغذائي هم أهم العوامل اللي يساعد أن الجسم الإنسان يوصل للهدف المطلوب من ناحية الوزن. نعم طبعا أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة ريسة الكتبي اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، حدثتنا عن تحليل مكونات الجسم وعلاقته بالوزن. شكرا لك أستاذة ريسة على هذه المعلومات القيمة. حياك الله. شكرا. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم بعد فقرة التغذية إلى فاصل قصير، وبنرجع نتكلم عن البرامج الرمضانية لصندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. اليوم في برنامجنا بنتكلم في الفقرة الرئيسية للبرنامج عن البرامج الرمضانية لصندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. مثل ما تعرفون، نظم صندوق الصحة بهيئة الصحة حزمة من البرامج الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين للصندوق. وللحديث أكثر عن هذا البرنامج يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذ سالم محمد بن لاحج، مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذ سالم. صباح النور على أختي. يا هلا فيك. أهلا أستاذ سالم. بداية بنتكلم عن برامج صندوق الصحة خلال شهر رمضان المبارك بشكل عام، شو هي كانت هذه البرامج؟ في جزاك الله خير على التواصل إن شاء الله، ونقدر نوصل صورة صح. يعني دائما احنا في شهر رمضان صندوق الصحة دائما ينفذ برامج موسمية اللي هي افطار صائم بالنسبة لل يعني فترة المغرب لهم، للعمالة اللي موجودة، العمالة المساعدة، موظفين الأمن او حتى زوار المستشفى. فالصندوق دائما بالتعاون مع المؤسسات الخيرية ينفذ يعني البرنامج الإفطار صائم حق الفئة هذه يعني. نعم. أيضا أستاذ سالم، لاحظنا خلال هذا الشهر الفضيل أنكم قمتوا بحملة توعوية تحت شعار صحتكم أمانة. نتحدث عن هدف هذه الحملة والأماكن اللي تم زيارتها ومدى الإقبال والتفاعل مع هذه الحملة. ونحن السنة يعني بغينا نطلع على الميدان أكثر بالتعاون مع الأخوة والأخوات في مجلس شباب الهيئة التطوعي، وحطينا برنامج يعني أن نصل لفئتين مهمات في المجتمع، اللي هي فئة المواطن والمقيم، وفئة العمال أو الليبر كامب اللي هم في أماكن تواجدهم يعني. فكانت الخطة أن نحن يكون في فحوصات شاملة للعمال في أماكن عملهم أو في أماكن تجمعهم يعني السكن مالهم، بالتنسيق ويا إداراتهم طبعا، وبالتنسيق مع هيئة جالس الأحياء، ووصلنا لمجلس أم سقيم ومجلس الخواليج كبرنامج، والسكنات وزعناها لمنطقتين جغرافيتين. نعم. إذا أيضا أستاذ سالم، يعني هل كان هناك إقبال وتفاعل مع حملة صحتكم أمانة؟ بالنسبة لنا احنا، لان هي الحملة اللي احنا الاولى اللي نسويها يعني او الثاني حملة نسويها بالنسبة للميدانية يعني، لاقت اقبال بالنسبة لنا كتنظيم ويا العمال مباشرة. حصلنا فيها يعني السكنات هذه كان فيها تجاوب كبير. بالنسبة للمجالس الحمد لله البرنامج كان شوية شامل، فيه بعض المحاضرات عن التعامل مع كبار السن، في معايا تغذية في رمضان،
فكانت المحاضرة موجودة، المحاضرتين يعني أو المجلسين كانت فيهم البرامج هذه، إلى جانب الفحوصات اللي يعني اللي زارنا في الميلس، حصل فحوصات كاملة وحصل استشارة طبية وتعهد ببرامج يعني كاملة بالنسبة للعلاج الطبيعي، التغذية، الأشياء هذه يعني. نعم جميل أستاذ سالم، ربطكم لي يعني ربطكم لي يعني الفحوصات والتغذية والأمور الصحية مع برامجكم اللي هو برنامج صندوق صحة، اللي يعتبر من البرامج يعني الخيرية الخاصة بهيئة الصحة بدبي. كذلك اليوم نحن حابين نسلط الضوء على صندوق الصحة والخدمات والبرامج الإنسانية اللي يقدمها للمحتاجين من المرضى. جزاك الله. نحن السنه بدينا في اول حمله بعد توعويه او حمله تطعيم ضد الانفلونزا نعم تحت شعار بتطعيمهم نحمي مجتمعنا، وبعد استهدفنا العمال في بدايه السنه، كنا نزلنا الميزان جميل مع يعني، وكان التطعيم ضد الانفلونزا مجاني لعدد كبير من العمال، يمكن طاف 40,000. جميل برامج الصندوق دائما هي دعم الحالات الإنسانية يعني بشكل عام، إلى جانب أن عندنا مبادرات تخصصية، مثلا إنقذ قلبا للقسطرة أو الذبحة الصدرية، عندنا القلب المفتوح، عندنا برامج اللي هي إنقذ حياة بالنسبة لمرضى الكلى وغير حياتهم، بالنسبة لمرضى السرطان يعني البرنامج يتكفل بعلاجاتهم كاملة أو احتاجوا عمليات، احتاجوا فحوصات، الصندوق يعني يقوم بتنفيذ هاي البرامج يعني. فانا بعطيك بس نحن بالنسبه لشهر رمضان، انا قلت بعطيك احصائيه شهر رمضان، الحمد لله خلال شهر رمضان نحن اليوم 20 يعني 100 حاله او اكثر من 100 حاله استفادوا من ما برامج شاء الله الصندوق خلال يعني خلال شهر رمضان في كل التخصصات، يعني ان كان سرطان، ان كان قلب، ان كان كلى، يعني بشكل عام يعني. طبعا هذا كله بالتعاون ويا المجتمع المحلي اللي هو المتبرعين او المؤسسات الخيرية. نعم، بس إذا بنتكلم دكتور سالم يعني عن برامجكم خلال العام، هل هذه البرامج كلها مستمرة؟ هل يعني أنتم كصندوق الصحة برامجكم في رمضان تختلف عن الأيام يعني العادية، ولكن البرامج هي نفسها سواء في رمضان أم غير رمضان؟ وطبعا احنا نستهدف شريحة الناس المعسرين او المرضى المعسرين يعني اللي هم ما قادرين تكاليف العلاج، او انه هو وصل من هيئة الصحة فلازم يتعالج، ما يطلع بدون علاج يعني. فهذا هدفنا احنا، ان اي مريض بيوصلنا وبيحتاج ان دعم يعني كل البرامج اللي موجودة عندنا يعني على طول السنة يعني. بس في رمضان ممكن تكون في الحالات اللي اذا وصلت حالات كثيرة، احنا نكون شكل ما نقول احنا السنه الحين شهر رمضان لنا الحين 100 حاله قدرنا نغطيها يعني، فيعني تكون شويه طاقه ازيد يعني، يمكن طاقه الخير تكون اكثر يمكن. نعم هذه طبعا تمتاز ب يعني هاي مثل ما نقول تلازم شهر رمضان الفضيل، طاقة الخير، طاقة العطاء، طاقة المحبة والمساعدة للآخرين دائما تزيد أستاذ سالم في يعني شهر رمضان. إذا حاب أستاذ سالم تقدم كلمة أخيرة قبل ما نختم فقرتنا اليوم. الله يسلمك. نحن حبينا بس نشكر يعني الجهات المتعاونه ويانا دائما، المؤسسات الخيريه، البنوك المتبرعه دائما للصندوق ودعم البرنامج، دائره الشؤون الاسلاميه دورها كبير ويانا في الدعم، المؤسسات المجتمع بشكل عام يعني بدات تتجاوب مع صندوق الصحه يعني. الحمد لله في عارف في رمضان يكون التبرعات شويه أو التسويق للتبرعات يكون أكبر بالنسبة للفترة اللي قبلها يعني. فالحمد لله صندوق الصحة قادر يقدم خدمة بدعم من المجتمع يعني بشكل عام.
نعم، مثل ما نقول أستاذ سالم، يعني صندوق الصحة ودعم المستثمرين ودعم هؤلاء الأشخاص، يعني مثل ما نقول يد بيد، يعني أنتم ما تقدرون تشتغلون بدون دعم هاي المؤسسات أو هؤلاء الأفراد. وكذلك يعني نحن نوجه من برنامج صحة وسعادة الشكر الجزيل على أعمالكم الإنسانية القيمة اللي تقدمونها في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان أيضا، ونحب دائما أن نحن نلقي الضوء ونسلط الضوء عشان نبين للأفراد أهمية العمل الإنساني، أهمية التبرع، أهمية المشاركة في هذه البرامج المجتمعية، سواء البرامج أو حملات التوعوية اللي قمتم بها اللي هي صحتكم أمانة، أو البرامج الأخرى اللي تقومون بها خلال هذا العام. أستاذ سالم بلاحج، مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك ولفريق العمل معك في صندوق الصحة. شكرا. شكرا لك. أعزائي المستمعين، كان معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذ سالم بلاحج، مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، حدثنا عن البرامج الرمضانية لصندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. وأيضا أعزائي المستمعين، ما ننسى أن نحن يعني نذكركم بأن مركز الصفاء الصحي، نوجه لكم عناية يعني المتعاملين مع هيئة الصحة بدبي بأن مركز الصفاء الصحي سيتم أغلاقه اليوم، وستنقل الخدمات إلى مركز أم سقيم الصحي ابتداء من يوم الاثنين القادم. أعزائي المستمعين، بما أن بقى على شهر رمضان يعني أيام نقول معدودات، بنرد نذكركم بالعادات الصحية اللي ممكن أنكم تتبعونها في رمضان. دائما نقولكم أنكم تجنبوا ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس المباشرة أو أي مكان حار، خاصة إذا كنتوا طبعا صيام. إحنا تجنبوا ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس، ومارسوا الرياضة قبل ساعة من الإفطار لإنقاص وزنك وحرق الدهون ما لم يكن يعني هناك مانع صحي لممارسة الرياضة. وكذلك ننصحكم دائما بالنوم الصحي برمضان. نحن نعرف بأن هذا الموضوع وايد صعب ومبسهل على الكل، وننصح نفسنا وننصحكم أيضا أنكم تبدون أنكم تعدلون نومتكم، بما أن نحن على أواخر هذا الشهر. قوموا يعني قوموا صلوا، خلصوا القيام، حتى صلاة القيام تخلص يعني من وقت ما تطول. فنحن ننصحكم دائما أنكم تأخذون القدر الكافي من النوم، وأنكم ما تفرطون في الأكل في الليل قبل النوم مباشرة، لأن هذا بسبب اضطراب في النوم وزيادة ارتجاع الحمض إلى المريء. وننصحكم أيضا بالحصول على قدر كافي من النوم المتواصل خلال الليل لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل الاستيقاظ للسحور. نحن نقولكم حتى لو يعني أنصحكم حتى لو ساعتين لو ساعة، المهم أنكم تحاولون تأخذون قسط كافي من النوم خلال الليل، لأن نوم الليل غير عن نوم النهار. وللحوامل في رمضان نقولهم تجنبوا تناول كميات كبيرة من السكريات اللي ممكن أنها ترفع نسبة السكر بالدم بسرعة، مما يؤدي لاحقا إلى انهيار الطاقة. ونقولهم أن يجب على الحامل والمرضع مراجعة الطبيب لمناقشة مدى القدرة على الصيام والحصول على النصائح الهامة. بالتأكيد بيكونون الحوامل الحين زاروا المستشفى وحصلوا على النصائح، واتمنى يكونون يعني قضوا شهر رمضان كامل بصيام صحي وبراحة، لأن طبعا احنا دائما نقول ان الحمل مو بمرض، فالحامل اذا كانت الحمد لله بصحة جيدة وقادرة على الصيام، فان شاء الله تكون عدت هذا الشهر بصيام يعني كامل بإذن الله. ونصيحتنا الأخرى للبشرة، نقول للنساء في رمضان تناولوا الأطعمة، يعني لا تتناولون عفوا الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية اللي ممكن أنها تساهم في ظهور الحبوب، وعليكم الإكثار من شرب السوائل وتناول المكسرات والأسماك اللي تحتوي على فيتامين هاء اللي ممكن أن يجدد خلايا البشرة.
ونصيحتنا الأخيرة أعزائي المستمعين لأطفالنا في رمضان نقول اتجنبوا أنكم تخلون يعني الطفل يعني يصوم صيام يوم رمضان كامل، وخصوصا إذا كان عمره أقل من 9 سنوات. فدايما نقولكم أن يعني التهاون، خلوا الطفل يصوم ساعة ساعتين، اللي عمره أقل من 9 سنوات لا ترهقونهم بالصيام الطويل، وخاصة مع المدارس يعني شوي شوي على هاليهال الصغار. ونقولكم أيضا النصيحة الأخيرة أن تدرجوا في تعويد الطفل على الصيام، مثل أنكم تمسكون طعام عن بداية النهار أو آخر النهار، فتكونون بذلك أنتوا عودتوا الطفل على الصيام. نحن نعرف أن الأطفال بشكل عام يعني متحمسين لصيام شهر رمضان المبارك، متحمسين للصلاة، وأنتوا خير مثال لهؤلاء الأطفال. ولكن نحن أيضا ننصحكم بأنكم تنتبهون لصحة أطفالكم، بما أن نحن في شهر يعني رمضان وبعد في أجواء حارة نسبيا، يعني أكيد مو بنفس كل سنة ما شاء الله الأجواء الحين أفضل، ولكن الأطفال يطلعون في الشمس يروحون مدارس، فإذا كانت أعمارهم أقل من 8 سنوات هلا هلا في عيالكم، لا تجبرونهم على الصيام لفترات طويلة، إن شاء الله بيكبرون وبيصومون شهر رمضان كامل. فنحن دائما نحب في برنامج صحة وسعادة نقدم لكم مثل ما نقول المعلومات اللي لو كانت يعني خطوات بسيطة بس ممكن إنها يعني تؤدي إلى وصولكم لنتائج كبيرة، سواء مع أطفالكم، مع كبار السن، مع أمهاتكم وأباكم. فنحن دائما نقولكم هلا هلا في جميع الفئات، ولا تنسون فحوصاتكم الدورية، توجهوا لأقرب مركز صحي، مراكز صحية موجودة على امتداد إمارة دبي، تقدرون أنكم تتوجهون إلى المركز الصحي التابع لكم وتعملون فحوصاتكم الشاملة، وهذا طبعا حفاظا على صحتكم وصحة أهاليكم. مرة في السنة نحن دائما ننصحكم لو مرة في السنة أنكم تتجهون لطبعا الطبيب العام الموجود في المراكز الصحية وبيطلب لكم الفحوصات الشاملة، قوموا بها من أجل حماية أنفسكم وحماية أطفالكم من لا سمح الله أمراض ممكن تظهر على المدى البعيد. أيضا أعزائي المستمعين دائما ننصحكم كبار السن الموجودين عندكم في البيوت، انتبهوا لجميع يعني بيئة كبير السن، سواء هل هناك أرضية زالقة، هل هناك يعني أثاث حاد موجود حواليهم، انتبهوا دائما على كبار السن. وفي شهر رمضان المبارك لا تتركونهم يعني كبار السن بروحهم، حاولوا أنكم بما أننا نحن الحمد لله إجراءاتنا الاحترازية شوي يعني قلت والأوضاع تمام، تقدرون أنكم إذا كنتم يعني غير مصابين بالزكام، ما عندكم أي أعراض أمراض تنفسية، يعني كنتوا بصحة جيدة، أهم شيء أنكم ما تكونون يعني مزجمين ولا فيكم كحة ولا أي شيء، عشان تتجهون لي يعني كبار السن وتتركون بينكم وبينهم دائما مسافة آمنة. يعني نحن الله يحفظها يدتي لين الحين لين اليوم هذا نحن ما يعني ما بيننا وبينها تلامس يعني جسدي، ما نسلم عليها بالإيد، ما نبوس راسها نفس قبل، وهذا طبعا يعني أكيد يحز بالخاطر ويزعل، ولكن نحن أيضا نحاول قدر المستطاع أن نحافظ على صحتها، نحافظ على وجودها بيننا، نحافظ على أنها تكون بصحة جيدة، بما أن نحن ما زلنا يعني نقاتل هذا المرض مثل ما نقول، وصلنا لمنطقة آمنة، ولكن الحرص واجب. فأنا أنصحكم وأنصح نفسي وجميع المستمعين، احرصوا على كبار السن الموجودين معاكم في شهر رمضان المبارك وفي غير شهر رمضان المبارك، احرصوا على بركة المنزل ونوره والرحمة المتواجدة بتواجدهم. أعزائي المستمعين في نهاية حلقة برنامج صحة وسعادة اليوم الجمعة، أتمنى لكم يعني نهاية أسبوع مليئة بالرحمة والمغفرة والسكينة لكم ولأهاليكم جميعا، وأتمنى نكون في برنامج صحة وسعادة قدمنا لكم اليوم لو شيء بسيط طلعتوا فيه معانا بفايدة. وشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، كان معانا اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، في التنسيق والمتابعة كانت معانا زميلتي ميرا الإخفلي، وكذلك كل الشكر
لمخرجنا المبدع دايما وائل القواسمة، وكل الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على البرنامج. وأتمنى لكم أعزائي المستمعين مني محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دايما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.